يصنف كثاني أهم المنتجات الزراعية قيمة في أكبر الواحات الزراعية في العالم. اللوم الحساوي لم يعد يستهدف الأسواق المحلية فحسب، بل أصبح اليوم أحد مظاهر الجذب السياحي لتقديم تجارب مبتكرة تسهم في تعزيز السياحة المحلية وجذب المزيد من الزوار إلى محافظة الأحساء شرقي السعودية. احنا نهدف في الجمعية بأن ناخذ سواح مثل ما عملنا اليوم إلى مزارع الليمون الحساوي خاص، يخوضون التجربة، يشوفون المسار حقهم الجديد. هذا ياخذ من عندنا وقت وجهد. هذا النسخة الأولى، إن شاء الله النسخة الثانية بيكون عندنا أوسع رؤية في هذا في 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 هالتصور، ونوصل إلى يعني شغلات احترافية أكثر. أول ما كان عندنا مزرعة خاصة للومي، اليوم لا، في مزارع خاصة للومي الحسوي فقط لا غير. ليه؟ لأن منتج لقى مكانته في السوق وصار وجهة سياحية، وصاروا الناس يجون علشان اللومي الحسوي، فصارت فيه مزارع مخصصة للومي الحسوي، والواحد ممكن إنه يروح ويتمتع ويشوف اللومي الحسوي بتدرجاته. اللومي الحساوي احنا نتابعه في السوشيال ميديا والسمعة اللي سمعناها عنه هي اللي جذبتنا نجي من الإمارات لهالمهرجان، ونبي نتعرف عليه أكثر وأكثر، وشفنا الاهتمام بشكل كبير من أهل الحساء في هذا الليمون. يعني الاحتفاء بمنتج اللومي الحساوي دليل على القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية، كونه يهيئ فرص التواصل بين المزارعين والمستهلكين وجذب المزيد من الاستثمارات الداعمة للصناعات المشتقة والتحويلية. عليه طلب عالي داخل المحافظة وجميع مناطق المملكة، وحتى دول الخليج تطلب نفس المنتج، نفس لما يتميز فيه من رائحة عطرية وأيضا حمض الليمون المركز. أول شيء بس كان بس عصير، يعني حق اللي هو هذا معتق، يعني حق شوربة حق صالونة بس، لا سنة بكثير اللي هو مخللات، وفي حتى الجام جنب الليمون، يعني في أشياء كثيرة تحويلة مثل هذه تاون السنة مسوينها. الليمون الحساوي في كل شيء يعني مفيد، حتى الورقة نفسها، ورقة الشجر زينة مع الشاهي، ريحتها زينة مع البهارات مع الطبخ، ونفس الليمون نفسه في كل وقت نقدر ناخذه، يعني عصير ولا مخللات طرشي، كل شيء موجود متوفر من منتجات الليمون. عندك المربى، عندك الإشارات، عندك العصاير، عندك الليمون المجفف، عندك المكسرات، يعني ما أخذ طابع بالليمون، يعني صراحة مبدعين، أبدعوا صراحة. إلى جانب تسليط الضوء على منتج اللومي الحساوي، هناك دور أكبر لانطلاق استراتيجية زراعية تنقل المنتج الزراعي في الأحساء إلى مراحل متقدمة على مستوى تقديمه كمنتج قابل للتطوير والانطلاق به إلى آفاق أوسع. من الأحساء، علي اللغبي، العربية.